مرحبا بكم. غير بعيد عن نهر الزاب المتفرع من دجلة تذبل الحضارة ولا تموت. ملامح حجم الدمار الذي لحق بمدينة نمرود الأثرية التي خلفها مسلحو داعش إطلالا بدأت في الظهور بعد أيام من استعادتها، وهي تخبر عما كانت تعانيه الموصل، حيث في كل زاوية ثمة روح تصعد إما من جسد أو حجارة. داعش تسوي تاريخنا بالأرض وتجرف نمرود. يسرنا أعزائنا المشاهدين أن نستضيف في نقاش هذا الأسبوع الأستاذة ميسون الدملوجي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية وأستاذ علم الآثار في جامعة الموصل والباحث في اللغات القديمة، الدكتور عامر الجميلي، وخبير الآثار وصاحب كتاب الطين والحجر الأستاذ حميد الشمري. أهلا وسهلا بهم. وكان يفترض أن يكون معنا كما وعدنا فأخلف وكيل وزارة الثقافة لشؤون الآثار والتراث قيس حسين رشيد. ونبدأ نقاشنا كما اعتدنا أعزائنا المشاهدين بسؤال الحلقة الرئيس: هل بالإمكان إعادة بناء وترميم آثار نينوى والموصل؟ لكم دقيقة واحدة لإجابة مختصرة، وأبدأ معك أستاذة ميسون. شكرا جزيلا، أرحب بالمشاهدين الكرام وبضيوفك الكرام. نعم، يمكن إعادة ما تهدم. أنا يعني لا أقولها لأنني لست مختصة، لا أقولها من نفسي، وإنما بعد الاستطلاع على آراء الخبراء الآثاريين، هناك الكثير مما يمكن ترميمه، هناك ما لا يمكن ترميمه مثل الزقورة التي سويت بالكامل، ولكن هناك أيضا آثار ممكن إعادتها وترميمها. طبعا نمرود هو بداية يعني بداية سلسلة من دمار حدث، هاي أولا. ثانيا، نحن نحتاج إلى إرادة ليس فقط عراقية، إرادة دولية لإعادة هذه الآثار، لأنها تهم البشرية كلها. شكرا لك الإنسانية. دكتور عامر، الجواب لك. أهلا وسهلا بضيوفي الكرام. كما تفضلت السيدة ميسون الدملوجي، ليس جميع التي المواقع والمعالم الأثرية التي دمرت بالإمكان إعادة يعني إحيائها، بالإمكان إعادة ما نمتلكه من مخططات و يعني على مدى 100 عام من التوثيق والتصوير وأعمال الصيانة والترميم. أعتقد الآثار من الفترة الأتابكية بالإمكان إعادة بعضها، لأن موثقة في رسائل وأطاريح دكتورة كثيرة. بعض الآثار الآشورية من الصعوبة بمكان إعادة ترميمها لعدم وجود يعني البديل، لأنها أصلية حقيقة، ومن الرخام بالرغم من تصويرها وتوثيقها. نعم، شكرا لك. شكرا لك دكتور. أستاذ حميد، نعم، استمعت للسؤال. نعم نعم، بالإمكان أخي الكريم استعادة، بالإمكان استعادة الشكل الأنيق لمدينة النمرود إذا خلصت النية بالتأكيد من قبل المتاحف الأوروبية وليس الهيئة العامة للآثار والوزارة، لأنه المسؤولية الآن، المسؤولية الملقاة على الهيئة العامة ووزارة الثقافة مسؤوليات بسيطة ليست كثيرة. أولا، تسييج المنطقة التي جرى فيها الجرف التجريف والتفجير، والحفاظ على كل قطعة صغيرة حتى لو كانت سنتيمتر مكعب من الحجر، وجمعها في أماكن وتخزينها في مخازن المتحف العراقي، وتهيئة الكوادر الفنية. نعم، التي تقوم بصيانة هذه القطع وتجميعها بمساعدة الخبرة الأجنبية، وأخص بالذات الخبرة الموجودة في متحف برلين ومتحف اسطنبول أيضا. سنستعرض ذلك. بعض الجامعات أستاذ حميد الأمريكية. سنستعرض ذلك. دقيقة انتهت، ومن هذه الإجابات أعزائنا المشاهدين نبدأ نقاشنا، ولكن بعد الفاصل.
نينوى في مهب الحرب، ولا يدري الموصليون من أين يأتي الدمار إذا ما التقت جمعان. بعض من هذا الدمار شهدناه، نتابعه في هذا التقرير. بدا الطريق إلى أطلال آثار النمرود طويلاً، وكأنك تسير في جنازة، حيث تناثرت بقايا ما كانت عاصمة للإمبراطورية الآشورية التي ورد ذكرها في الإنجيل، ولا يمكن للمرء الحديث قرب الأطلال إلا وحشرجة تغلب على صوته. آثار مجنزرات التدمير سارت فوق الحضارات، وقبل أن يفر عناصر داعش مع تقدم القوات الأمنية، أكملوا تجريف آثار النمرود ليغتالوا ذاكرة العراقيين والعالم. تكلفنا بمهمة تحرير آثار النمرود، والحمد لله نجحت المهمة. كانت الخطة معدة بشكل جيد، اللي هي المحافظة على الآثار الموجودة أقصى ما يمكن، وتنسيق كان عالي جيد يعني بين القطاعات. تمكننا من تحرير الآثار بوقت قياسي، لكن هؤلاء الدواعش حقيقة دمروا كل الآثار اللي موجودة، ما بقى من عندها إلا قسم قليل. وأصبحت معظم مناطق المدينة راقدة تحت الأنقاض، حطمت التماثيل ودمرت أجزاء كبيرة جدا من الزقورة التي تحولت إلى أطلال. هؤلاء الدواعش ليس لديهم أي تاريخ، ليس لديهم أي دين، عملهم الوحيد اللي هو التدمير والتخريب في كل بلدان العالم وليس العراق. عمر الكتابة المحفورة على الجدران آلاف السنين، أما اليوم فهي كومة من حطام، فيما يبحث العراقيون عن سبل للحفاظ على ما تبقى من آثارهم وصيانة ما تعرض إلى الهدم والتدمير. حاليا نحن نقف على تلة نمرود اللي تمتد حضارتها حوالي 3000 سنة. هذه الحضارة المتمثلة ببوابة نمرود وقصر نمرود اللي يميننا، وأمامي الآن زقورة نمرود اللي دمرها داعش، كان ارتفاعها بحدود 70 متر، وقصر نمرود كان يحتوي على 200 لوحة أثرية دمرت أيضا بالكامل، وأربع ثيران مجنحة أيضا هم دمرت والركام موجود. وعبر علماء آثار عن حزنهم العميق وغضبهم البالغ إزاء تدمير موقع نمرود، إذ وصفت منظمة اليونسكو في العراق الهجوم بالمروع والجديد على إرث العراق الحضاري، فيما قالت هيئة الآثار العراقية إنهم يمحون تاريخنا. دكتور عامر، استمعت للتقرير وشاهدته، أتمنى من عندك توصف لنا حجم الكارثة بشكل عام. لا نريد أن نركز الحديث حول آثار النمرود وقد يعني نوقشت باستفاضة، حجم الكارثة في نينوى لآثار نينوى. وسؤالي لك، هل تعتقد أن ردة فعل المجتمع الدولي يعني توازي جسامة الحدث، وما دوره في الحفاظ على ما تبقى من الآثار؟ نعم، في الحقيقة حجم الدمار كبير ويعني مؤلم، ولا يمكن تعويضه، لأن أغلب هذه الآثار لا يمكن يعني تعويضها. سأدرج وأنتخب لكم على سبيل المثال تدمير وتجريف أربعة عواصم آشورية، يعني نبدأ بنمرود واللي هي كلخو العاصمة الآشورية، آشور قلعة الشرقاط، نينوى التي نسميها اليوم تل قوينجق وتل النبي يونس وأسوار طبعا نينوى 18، ودور شروكين اللي هي خرسوباد تعرف محليا. تدمير وتجريف تفجير أكثر من 60 جامعا ومقاما ورباطا تاريخيا في الموصل وجوارها، تفجير 26 مزار يزيدي في بعشيقة وبحزاني وسنجار، تفجير 73 جامع وحسينية للمسلمين الشيعة الشبك
والتركمان في سهل نينوى وتلعفر، تدمير 19 كنيسة ودعير وتجريف مقابر مسيحية في داخل الموصل وسهل نينوى. هذا يعني انتخبته من بين مئات المواقع التي دمرت الحقيقة في محافظة نينوى وجوارها. لكن أيضا سألتني إن كان حجم التوجه الدولي ويعني الحكومي، الحقيقة الحكومي يعني تأخر، يعني كنا نتأمل أكثر في البداية، يعني الآن بالستة أشهر الأخيرة تحركت المنظمات الدولية. على سبيل المثال يعني الفريق التشيكي يعني منذ عام تقريبا بدأ بتوثيق المواقع التي دمرت، كذلك الفريق الإيطالي، كذلك الألمان. قبل 20 يوما أقامت جامعة السليمانية، الجامعة الأمريكية عفوا في السليمانية وجامعة أوكسفورد وبالتعاون مع جامعة السليمانية بعقد مؤتمر للحفاظ على التراث. من بين تلك الدراسات أنه للحفاظ على ما تبقى تصويرها جوا، الحقيقة التصوير من الجو أنجع. لماذا؟ بالإمكان أيضا ليس فقط بوجود عصابات كداعش، لكن حتى أيام فترات الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية. إذا تسألني أنا أتذكر موقف لأحد الباحثين اقترح أيضا كسب السكان المحليين، واقترح أن الحكومة يجب أن تنفتح على السكان المحليين المجاورين للمواقع الأثرية، لأن في حالة كسب هؤلاء من قبل عصابات داعش ستدفع تلك المواقع يعني أكيد الثمن الباهظ. لكن لو أنهم الحكومة تكسب هؤلاء السكان المحليين ستفتح لهم أعمالا بالاستثمار السياحي والآثاري وعدم الانجراف وراء أفكار الظلامية لهؤلاء العصابات وغيرهم. ولاقى اقتراح ذلك الباحث صدى. أكو مؤتمر في باريس، أكو مؤتمر قريب في باريس، وكذلك مؤتمر في أبوظبي عقد. يعني هذه شنو جهودكم أنتم كباحثين؟ يعني أنت مختص في الآثار وأكاديمي وأستاذ وابن الموصل، يعني دارك أمام في حي نرقال، يعني شنو المناشدات ما دامت المؤسسة الرسمية أنت تلومها الآن؟ مناشداتكم أنتم للمجتمع الدولي شلون كانت؟ من استجاب لكم؟ استجيب كثيرا حقيقة، يعني المؤسسات، يعني نذكر مثلا الجانب الإيطالي أهدى للمتحف العراقي مشفى للمخطوطات قبل فترة، أهداها لمعالجة وصيانة المخطوطات. كثير من الجامعات البريطانية والألمانية ويعني الأمريكية تجاوبت. الحقيقة مؤتمر باريس هو للإعلام ومحاولة الحفاظ على الآثار في الشرق الأوسط. هناك جامعة أوكسفورد لديها مشروع رائع جدا لا يغطي فقط العراق والشرق الأوسط، بل يمتد من موريتانيا وحتى أفغانستان اللي هي نعتبرها داخل إطار الشرق الأوسط، وهذا مشروع جيد من جامعة أوكسفورد الحقيقة. طيب شلون تقدر توصف لي تطلع الرئيس الفرنسي للاحتفاظ بالأعمال الفنية العراقية المهددة بالتدمير في منشأة صيانة متحف اللوفر؟ هذا يتم بالتنسيق مع بغداد، مع العراق، مع يعني إدارة الآثار، ولا يعني شلونها؟ يعني شلون استقبلتوا هذه الدعوة؟ لا بالتأكيد هو الجانب الفرنسي لا يتجاوز يعني الإرادة العراقية ويعني السيادة العراقية، بالتأكيد يعني بالمشاورة مع الهيئة العامة للآثار وأكيد مع قبلها مع وزارة الثقافة متمثلة ب يعني مسؤولين من الوزارة والهيئة العامة للآثار. أستاذة ميسون، يعني تعتقدين أنه من المنطقي أن تبقى هذه الآثار الحطام اللي شفتي بالتقرير بهذه الطريقة؟ لا، أنت سأل السؤال من ضروري الإجابة عليه. أولا حول الدور الحكومي إلى حد الآن،
أو دور الدولة. إحنا كلجنة ثقافة أصدرنا بيان حال أن تم تحرير مدينة نمرود الأثرية، والحقيقة استجاب القائد العام للقوات المسلحة مشكورا، وكذلك الجيش والحشد المقاتل وكل الموجودين. نحن كنا يعني خايفين من قضيتين. القضية الأولى أن الجيش يعتبر هذا ركام، ويعني بحسن نية أن يقوم بإزالتها، وهذا كان خوف كبير من قبل الآثاريين. تحدث أستاذ حميد أنه حتى سنتيمتر المكعب الواحد هو تحدث بأهمية أن يخزن. الحقيقة يجب أن يبقى في محله. سأوصل لك. والقضية الأخرى أن تترك بلا حماية ويجون تعرف الدول عمليات نهب وتهريب وغيرها. هناك عصابات دولية اليوم تردد تترصد تريد هذه القطع، هذه لا تقدر بثمن، حتى هذه المخربة ومكسرة لا تقدر بثمن، خلي يكون معلوم. الحمد لله استجابت الحكومة بشكل جيد، ولا سيما القوات المقاتلة، الجيش والحشد والسيد القائد العام. بالإضافة إلى ما تفضل به دكتور حميد، كان هناك دورة لمدة ستة أشهر أقام المتحف البريطاني لما بعد تحرير داعش، وهو كيف يعني كيف يتم التعامل مع هذا الركام الذي رأيناه. وكان هناك أعتقد 5 آثاريين تم تدريبهم. المتروبوليتان ميوزيوم قبل أسبوع قدمت أجهزة متطورة جدا لتوثيق الآثار إلى المفتشيات المختلفة في العراق، ومن جملتها الموصل، وأيضا بغداد والبصرة ومناطق أخرى. الجامعة كولومبيا الأمريكية وضعت خطة لليوم، لهذا اليوم وضعتها يعني بعد أن تم تحرير نمرود. يجب يعني وينبغي أن نسمع إلى رأي هؤلاء الخبراء العالميين، وهم حريصون على إعادة نمرود. أنا أسألك الآن يعني قبل أن نرجع للسؤال اللي دعوتك لتسييج الركام والحطام، بس أسأل ما دام تحدثت عن الدور الحكومي وناشدت رئاسة الوزراء، يعني تعتقدين اليوم وزارة الهجرة والمهاجرين بكل كوادرها، نشوف كبار موظفيها مع الجيش، وزارة الصحة كذلك، ما تعتقدين أنه وزارة الثقافة المفروض الدائرة المعنية اليوم تروح هناك؟ لا لا، راحوا وهم ينسقون مع القائد العام. هناك ألغام. وين راحوا؟ اليوم أنا محتاج أشوف قبل لا أشوف الجنود اللي موجودين يم آثار النمرود، محتاج أشوف القائمين على دائرة الآثار هناك، معهم أيضا مديرية حماية الآثار في وزارة الداخلية. هذه الأدوار مو لازم توزع من الآن بالتأكيد، ونحن على بدل يعني المكاتب وجلوس وراء المكاتب مع هيئة الآثار. لا، هم جماعة الآثار مو شغل من جلوس وراء المكاتب بالتأكيد، وهناك اللجنة تم تسميتها للذهاب ولأن تضع يعني أول ما نحتاجه هو سيرفي، إنه واحد يستطلع. وعلى فكرة نمرود بالذات موثقة بشكل جيد، كل سنتيمتر بها موثق في كل مكتبات العالم. يعني عادة نمرود ربما أسهل من غيرها، اللي ربما لا رح يأتي الحديث عن الحضر وغيرها. الحضر ما زلنا لا نعرف حجم الدمار، لأنها تعرف هو معبد والمعبد يعني بسقف، فالصور الجوية لا تعرف لا تستطيع أن تقدر حجم الدمار باستثناء الأقواس التي تم تدميرها الخارجية. القصد من الكلام يعني هناك رغبة دولية، وهناك أعتقد إصرار عراقي بإعادة آثار نمرود والآثار بشكل عام، لأنها تحدي لداعش، وهي لا تختلف عن إدراج الأهوار في لائحة التراث العالمي وغيرها من افتتاح متحف البصرة، وإن شاء الله متحف السماوة في الأسبوع القادم سيفتتح وإلى آخره. هناك حركة بالاهتمام بالآثار ربما هي شعبية ومدنية أكثر مما يعني تأتي من داخل المجتمع، أكثر من كونها حكومية وتخطيط حكومي. فهذا أمر جيد. يعني هناك ردة الفعل العربية والدولية حيال ما يجري من الآثار، يعني ما تعتقد أنه اليوم تحية الجارديان أنه أمام الغرب أمام تحدي أخلاقي للتعامل مع آثار نينوى؟ وربما البارحة جون كيرتس اللي هو مسؤول الشرق الأوسط الشرق الأدنى في المتحف البريطاني، لأول مرة آثاري يتصدر الأخبار بالCNN وبالBBC وغيرها وغيرها، كان
يتحدث عن آثار نمرود وضرورة صيانة الركام من أجل إعادة بنائها، ويتكلم حتى عن الزقورة اللي يعني مواصفاتها وغيرها. فهذا الاهتمام غير مسبوق حقيقة. ربما فقد باميان في أفغانستان لما تم تدميره أخذها الحجم. طيب ما دام ذكرتي باميان، يعني تماثيل بوذا فجرت في أفغانستان، اكو مشهد يعني ما اعرف اذا ذكرتي، القرضاوي حمل عصا وراح هناك. اليوم انت يعني كنائبه بالبرلمان العراقي، شلون تقيسين تعاطي المجتمع الدولي سواء كان منظمات اسلاميه ومنظمات مجتمع مدني او حتى برلمانات مع تفجير اثار نينوى؟ يعني شنو الاختلاف بين يعني هذه الاثار وذيك الاثار؟ لا يعني احنا هاي اثارنا، يعني انت تقارنها، نعم أنا ليش مهمه، اتحدث عن تراث انساني، اهميه كبيره. لا هي القضيه انه تصور بالنسبه للاخر، تحدث انه هي تراث انساني. دخل بيد الاسلام قبل 1450 سنه وتعايش، ما كان هناك تقاطع بين العقيده وبين الدين وبين هذه الاثار الموجوده. على غفله ياتون بدين جديد يدعون انه الاسلام ويفجرون ويحطمون، يعني حتى الاسوار، حتى المكتبات، حتى المخطوطات، ما بقوا شيء اللي يعني الحقيقه الهدف هو الغاء الهويه، الانتماء، التاريخ. هذول ما حد يقول، يعني أقول جدي سوى، بنا سوى كذا، يريدون ينهوه، ولا كان بإيدهم ما يبقون أي شيء موجود. إحنا العراق كله، ولا سيما محافظة نينوى، هي كل ذرة تراب بها هي آثار، هي تاريخ، هي تحكي ذرة الحضارة الآشورية، رواية. أينما تحفر يعني إذا تنزل متر بالأرض، الموصل وغير الموصل، العراق كله حتى صحراء الأنبار مليئة بالتاريخ. نعم. فكيف بأقدم مدينة مسكونة في العراق وهي الموصل؟ نعم. نينوى محافظة نينوى. نعم. أستاذ الشمري، أستاذ حميد، أنت تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة بإحياء التراث المهدم، يعني مو تشوفها يعني معجزة عودة هذا التراث؟ شنو الآلية والطريقة اللي بالإمكان عودة هذا الحطام ليشكل معلما له قيمة تاريخية؟ نعم أخي، أولا كل الآثار اللي خرجت من العراق خرجت بطريقة أشبه بالسرقة وبغفلة من الإمبراطورية العثمانية التي لم تكن تهتم بهذه الآثار، وكانوا يأخذون، وكانت البعثات أو السفارات أو الحكومات الأوروبية تستحصل من السلطنة العثمانية على وريقات وتسمى خرق ورقية، مكتوب فيها يسمح لفلان من الناس أن يذهب ويستخرج الأحجار والآثار والتماثيل ويأخذها إلى بلاده بدون رقابة، بدون مسؤولية من أجهزة معينة، إلى أن انتبهت الإمبراطورية العثمانية وأنشأت متحفا سنة 1890 تقريبا، بدأت تضيق الخناق على هذه البعثات. ولكن بعد أن تمكنت هذه البعثات الأوروبية التي كانت تشرف عليها السفارات والقنصليات الأوروبية في الموصل مثلا، أن استنزفت من مدينة النمرود بالذات أكثر من 1500 منحوتة جدارية وحوالي أكثر من 60 أسد وثور مجنح، إضافة إلى المسلات. وهنالك فيما يخص النمرود هي درة الحضارة الآشورية بما وجد منها من آثار، ففيها على تلة الإكروبوليس 5 قصور ملكية، وإضافة إلى قصر لشلمانو أشاريد اللي هو شلمنصر في التوراة، أيضا هذا القصر السادس اللي هو خارج تلة الإكروبوليس. نضيف إلى ذلك أنه في النمرود تم أهم اكتشاف أثري في الحضارة الآشورية، وهو المسلة السوداء التي تعود إلى شلمانو أشاريد، وفيها وهي موجودة الآن في المتحف البريطاني، وهي أشبه بحائط المبكى بالنسبة لليهود
عندما يزورون المتحف البريطاني، لأن ممثل فيها الملك شلمانو أشاريد يدوس على رأس أو يجثو الملك اليهودي جيهو بن عمري، يجثو عند قدمي الملك شلمانو أشاريد. هذا القطعة الأثرية لم تتكرر في أي حضارة أخرى، حتى في الحضارة الآشورية، وهي القطعة الوحيدة وهي قطعة مهمة جدا. هذا يعطينا دليل على أهمية مدينة النمرود. نضيف إلى ذلك أن مدينة النمرود في كل موسم تكشف لنا عن جوهرة من جواهرها الثمينة. مثلا كشفوا عن مقابر الملكات الآشورية. نتحدث عن اليوم التالي، برأيك ما الدعوة اللي وجهتها الاتحاد الأوروبي؟ شنو الطريقة اللي بالإمكان إحياء ما دمر من التراث الإنساني العراقي وآثار نينوى؟ لا بس هذا إذا خلصت النية عند المتاحف الأوروبية للمساعدة في ذلك، عليها أن تتنازل عن أنانيتها وتعيد الكثير من المنحوتات الآشورية إلى النمرود، أو وإن ما خلصت النية تماما أن تستنسخ هذه المنحوتات بنسخ من الفايبر جلاس دقيقة الصنع تماما، وتعاد إلى القصور وهي موجودة خرائطها ومكاناتها معلومة. وبالإمكان، وهذا ممكن يأخذ جيل من الزمن، يعني ليست يوم أو يومين أو سنة وسنتين، هذه إذا خلصت نواياهم، وأنا أشك بذلك. لأنهم عندما يستحوذون دكتور عامر الأشياء، طبحت الفكرة أستاذ حميد، يعتبرونها ملكية خاصة. دكتور عامر، أنت ابن الموصل، ما تعتقد أنه من الضروري بمكان اليوم أثناء المعركة وحتى ما بعدها يعني التنسيق مع الطيران الجوي، أو على أقل تقدير القيام بعمليات إنزال في مناطق هي مناطق أثرية، يعني على أقل تقدير للحفاظ على ما تبقى؟ نعم، أنا ذكرت أيضا في مناسبات يعني عديدة أن على سبيل المثال لا الحصر، مثلا عندما احتلت عصابات داعش ناحية زمار، ويهم يعني ما يهم هو مصفى عين زالة الذي يقع على يعني مسافة غير بعيدة من الناحية، جرى طبعا واحتلال ناحية زمار لم يستغرق أكثر من أسبوعان حتى سارع القوم بإنزال طبعا طيران التحالف، ولا أسميه يعني هي قوتين يعني من دولتين مشاركتين في هذا التحالف، بإنزال على مصفى عين زالة النفطي الغني بالبترول. كنت أتساءل يعني هل أن فقط رائحة البترول هي المغرية والجاذبة لطيران التحالف؟ لما لم تتكرر هذه التجربة مع مواقع كموقع النمرود؟ نعم، زين. المهم في الحضارة الإنسانية وأسوار نينوى و حالة واحدة فقط، الطيران الفرنسي تصدى لعصابات داعش في خرسوباد دور شروكين عندما رأوهم يتقدمون لتجريفها. نعم نعم، شكرا لك دكتور عامر. استمعتي أستاذ ميسون، يعني تعتقدين أنه السفارة الأمريكية هو ما راد يسمي، بس خلينا نفترض السفارة الأمريكية بعيدة عن البرلمان العراقي، ما قدرتي تخطفين رجلك تروحين للسفارة تقولي لهم يابا تعالوا ذولي دي هدمون بآثارنا، أو على أقل تقدير اليوم قولي لهم إحنا نريد حماية جوية لما توقع من الأثر. أولاً أنا مو وزير خارجية، أنا أروح ما أمثل دولة لما أروح للسفارة الأمريكية. أنت أول من تسألني بأي سفارة رحتي طلبتي من السفارة الأمريكية، تمام ولا لا؟ مع ذلك يعني أنا أعتقد أن الوزارة الخارجية ما أهملت هذا الأمر، وكانت الآثار حاضرة. يعني أنا أعرف في على سبيل المثال في اللوفر قبل 3 أسابيع ربما، لما أقام بوجود رئيس الجمهورية الفرنسي في أولاند، تم افتتاح متحف في اللوفر عن الحضارة الرافدينية بعنوان التاريخ يبدأ في حضارة الرافدين. كان هناك اهتمام مهم ووجود لوزارة الخارجية العراقية، هي ليست بمنع عن هذا الأمر.
لكن تعرف هي أنت حتى لما تتكلم وبكل صراحة يا أستاذ محمد يقولوا لك البشر ديموتون، أنتوا جايين على حجر دد يعني أكو هذا أكو فد موقف يعني تمام، والبشر ديموتون، إحنا ما نفضل الحجر على البشر، نريد حماية البشر ونريد صيانة هذا التاريخ الموروث اللي هو جزء من انتمائنا، جزء من هويتنا، يعني هو الحفاظ عليه ليس ترف حقيقة. هذا وإحنا شفنا هذا التاريخ، التاريخ الرافديني يجمع العراقيين لا يفرق العراقيين، وهو اعتزاز الجميع يعني. وهذه الحضارة يعني بابل عن سومر عن آشور تكمل بعضها، ليست متفرقة، ليست حضارات بمنأى الواحدة عن أخرى على الإطلاق، وإنما هي يعني تؤمنين برواية أن هناك مخطط لطمس الحضارة الآشورية والبابلية و غيرها؟ يعني أؤمن كلمة كبيرة، لكن لا أستبعد وجود، مو لطمس الحضارة الرافدينية، وإنما لكي يجعلونا بلا تاريخ، بلا هوية، بلا انتماء، أن يحصرونا. وهذا ما فعلته داعش حقيقة. يعني ما معنى أن تهدم سور مثلا أو تهدم جامع، والكم من الجوامع اللي تفضل به دكتور عامر قبل قليل، يعني رقم، وهم مسلمون، كيف لمسلم أن يهدم جامع يفجره عن بكرة أبيه؟ أنبياء، نبي شيت، نبي يونس، نبي جرجيس، كيف ممكن لأي مسلم أن يقوم بهذا؟ طيب بالبرلمان ما اشتغلتوا على أنه تعدون قرار، يعني مشروع قرار داخل البرلمان لحماية هذه الآثار؟ وهل هذا يحتاج مشروع؟ هذا يعني بدون ما يحتاج قانون، هذه قضية يعني منتهين من أتى جميعا. هل هناك من يعارض إعادة ترميم هذه الآثار؟ بالعكس، أنا شفت خصوصا منذ أن قمنا بإصدار البيان قبل يومين حينما أو ثلاثة أيام حينما حررت مدينة نمرود، حقيقة ردود الفعل كانت إيجابية بالكامل، يعني من المرات القليلة اللي ما تسمع ردود فعل سلبية حول هذا الأمر، يعني حول أمر ما، يعني دائما أكو وجهة نظر، ربما السلبية الوحيدة هناك من متشائم بالكامل، هذه انتهت وهذه بعد، وهذا ليس صحيحا حقيقة. هناك تجارب مماثلة في مناطق مختلفة وأعيد. طيب منو اللي يقول لك زين أنه البشر ديموت وحايرين بالآثار؟ هل داخل البرلمان العراقي؟ حتى في الجروبات وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي داخل البرلمان وفي كل مكان، تعرف أنت. وصحيح يعني البشر كان ديموت بالألاف ويهجرون من أراضيهم، وكان هناك تطهير عرقي للمسيحيين واليزيديين والشبك وتلعفر وغيرها، هذا كله موجود. احنا ما نقلل من قيمة شيء يعني من أجل أن نحافظ، يعني فاهم علي؟ لكن هناك أولوية للدولة لما أكو مبلغ محدد والناس عايش من المال والناس عايشة بالخيم، طبعا يفضلون يجيبون أكل للخيم قبل أن يعيدون ترميم. هذا شيء واضح أعتقد يعني. فمع ذلك لم نتوقف عن المطالبة وعن المناشدة وعن متابعة في هذا الأمر، وعلى أعلى المستويات سواء في العراق أو في خارج العراق، بالتواصل مع الخبراء الدوليين في مجال ترميم الآثار. وهناك أعتقد حركة مهمة ستكون يعني، والحقيقة هذه أيضا مناسبة لأن نطلب من اليونسكو أن يكون لها دور حقيقي في العراق. اليونسكو مقصرة مع العراق، ما زالت، هذا ما أردت أسألك عنه، ما زالت يعني اليونسكو العراق مقرة في الأردن، يوظفون أردنيين مع كل احترامي أخوتنا وأشقائنا الأردنيين، لكنهم غير معنيين بالشأن العراقي. واليونسكو إن وصلت للعراق فتوصل إلى أربيل، ليس هناك مكتب لليونسكو، ونحن منذ سنوات نتكلم عن هذا الأمر. هناك يعني قصور كبير، واليونسكو على سبيل المثال إلى يومنا هذا لا تعتبر أن البرلمان شريك استراتيجي في على الأقل في عملية إعادة الأعمار، في تشريع القوانين. كيف أنت ممكن أن تبني ثقافة وحضارة بمعزل عن التشريعات القانونية؟ وهذا ما نقوله مرة بعد أخرى. الآن ستتبدل بوكوفا المديرة السابقة اليونسكو، نأمل أن المدير الجديد أو المديرة الجديدة نستطيع أن نقنعهم بأن يكون لهم دور أكبر بالعراق. العراق بلد الحضارة، كيف يمكن؟ طيب مع من ينسقون إذا ما يقبلون ينسقون مع البرلمان العراقي؟
ينسقون فقط مع الحكومة العراقية وبالتخصيص مع وزارة التربية. نحن اليوم مع كل طبعا هذا شيء مهم ان مع وزارة التربية، لكن ايضا نحتاج الى دور اكبر في قضية الآثار وفي الجانب الثقافي. حقيقة هذا يعني ما اخذ مدى اللي يستحقه، خصوصا في ظل وجود داعش. يعني انت لما صار مؤتمر ادراج الاهوار والمدن الأثرية في لائحة التراث العالمي، تقارير اللي خرجت من اليونسكو كان اكو منظمتين، واحدة تعنى بالبيئة والأخرى تعنى بالآثار، اثنينها كانت سلبية. حقيقة الدول اللي رفضت ان ترضخ الى تقارير اليونسكو والدول المختلفة قررت التصويت على ادراج الأهوار في لائحة التراث العالمي، فاليونسكو مقصرة. وحينما سئلت حقيقة من السفير الفرنسي قال لهم انتم رحتوا للاهوار شفتوها؟ قالوا لا والله ما رحنا ما شفناها. طيب ايش فرق تطلعون تقرير وانتم ما رايحين للاهوار؟ يعني اجيب على سبيل المثال. نتابع حديثنا عن التراث الانساني وكيفيه استعادته، ولكن ليس عن الحجاره بل عن المخطوطات اعزائنا المشاهدين، ولكن بعد الفاصل. هنا أسأل أستاذ حميد الشمري. أستاذ حميد، يعني إحنا حكينا عن تدمير المباني، بس أكو مخطوطات في الكنائس، مخطوطات في مكتبة الموصل، نهبت من مكتبة الموصل ومن المساجد أيضا. تعتقد قصيتوا هذه أثر هذه المخطوطات على أهميتها؟ أعتقد أنا أفضل أن أحيل سؤالك إلى الدكتور عامر الجميلي، فهو أكثر إلماما مني بهذا الموضوع ومختص تحديدا بهذا الجانب، فأنا أفضل أن يوجه السؤال إليه، وإذا كان هناك سؤال آخر أنا مستعد. نعم دكتور، سمعت السؤال نفسه. نعم. هذا إيثار من أستاذ حميد إليك باعتبار أنه أنت مختص. نعم. أنا ردت أرجع لك، بس ردت أول مرة أحرضه هو. نعم، في الحقيقة باعتباري قمت بدراسة على طوال 3 أعوام بقدر تعلق الأمر بالمخطوطات. الحقيقة أنه عصابات داعش تأخرت بوضع اليد على مخطوطات مكتبة أوقاف الموصل حتى تاريخ 17/10/2015. حتى ذلك التاريخ الحقيقة أنه إلى 10 حزيران 2014 كانت يعني مكتبة مخطوطات أوقاف الموصل تحتوي على 6000 مخطوطة. طبعا من عندما أقول مخطوطة يعني كتاب، بين مصاحف ودواوين شعر من العصر الحمداني والأيوبي والأتابكي والعثماني. هذا ما يتعلق بالمخطوطات العربية الإسلامية. بالنسبة للمخطوطات السريانية، نعم. لدينا يعني إحصائية يعني أولية. مثلا لدينا مخطوطات كنيسة مارتوما في منطقة الساعة، لدينا بحدود 40 مخطوطة نهبت. مخطوطات كنيسة مار إفرام في منطقة المجموعة الثقافية أيضا بحدود 15 مخطوطة. مخطوطات دير مار يوسف في منطقة موصل الجديدة بحدود أيضا يعني إلى 20 مخطوطة. الكارثة تكمن في مخطوطات دير مار بهنام في مركز ناحية النمرود، وتحديدا في قرية الخضر والباسطلية، كانت بحدود 200 مخطوطة. وإذا رأيتم بالأمس أو أول الأمس الفرقة المدرعة التاسعة التي أوكل وأنيط إليها تحرير مدينة النمرود، عثرت قبلها على في مدينة في مركز ناحية النمرود على مخطوطة لأسفار منتخبة من العهد القديم بالخط القرشوني، الخط القرشوني من القرن 18 1700 وكذا بلغة عربية لكن بخط سرياني. هذا ما نسميه
بالخط القرشوني، ورأينا كيف الضابط يعني يتصفح تلك المخطوطة التي تعود إلى القرن الثامن عشر. سمعنا بالأيام تداولت الأخبار أيضا بالأسابيع الأخيرة استيلاء عصابات داعش على مخطوطات تحرزها أسر موصلية يعني معروفة بالعلم أيضا. طيب وضعت يدها دكتور أين ذهبت هذه المخطوطات؟ سؤال اللي يسأل أي عراقي، أين ذهبت هذه المخطوطات؟ يعني لا نريد أن نتهم دول الجوار كتركيا، لكن أيضا يشار لها أنها بلد ممر ومعبر، كذلك ممكن تكون إيران أيضا وبعض دول الخليج حتى الأردن تنامت إلينا الأخبار، ودول أوروبا أيضا وصلت إلينا الأخبار أنها وصلت العديد من المخطوطات العربية والسريانية. أستاذ حميد، تعتقد أنه بالإمكان استعادة هذه المخطوطات بمطالبة المزادات، مو المتاحف، المزادات اللي سبق أن عرضت فيها هذه المخطوطات، وهو أمر أدانته اليونسكو أيضا، وهذا دور الحكومة العراقية أم لا؟ نعم، من المعلوم الآن أن الدول الأوروبية أصدرت تعليمات ووقعت عليها كافة المزادات التي تبيع الآثار والمقتنيات الآثارية القديمة، أنه لا يمكن ولا يجوز بيع أي قطعة تعود إلى العراق أو إلى مناطق الحروب مثل العراق وسوريا في هذه المزادات، وإلا تعرض نفسها إلى المساءلة. فهذه من هذه الناحية هي مقفلة، لا يستطيعون التلاعب بها كمزادات. ولكن هنا تبقى السوق السوداء التي المخفية التي لا يمكن الوصول إليها، هنا الإمكانية أيضا إيقاف هذه العملية. ولكن كيف تصل هذه الكتب والمخطوطات إلى أوروبا؟ هذه مسائل ليست سهلة، هنالك مفاصل تدقيق وتفتيش، وأعتقد أنه من الصعوبة وصول هذه المخطوطات إلى أوروبا. طيب، أنا أشكرك جدا أستاذ حميد. عندي حديث مع أستاذة ميسون عن دور التحالف الدولي فيما يتعلق بإعادة إعمار الآثار. بالتأكيد التحالف هذا يعني الموصل ستحرر، حين ينتهي هذا التحالف ألا يجب أن يتحول بمؤتمر من العراق إلى تحالف لإعادة إعمار نينوى ومعها آثار نينوى أيضا؟ أتمنى منك الحديث باستفاضة حول هذا حتى نختم به الحلقة، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، نعود للحديث عن آثار نينوى، وهذه المرة عن المخطوطات. قبل أن ننتقل بحديث واستفاضة مع الأستاذة ميسون الدملوجي للحديث عن
إعادة إعمار نينوى من قبل التحالف الدولي كالتزام إخلاقي، وقبلها آثار نينوى. شكرا أستاذ محمد. بداية، هناك الكثير من المخطوطات أيضا تم إنقاذها، يعني أنا أعرف أن الوقف السني استطاع إنقاذ 3000 مخطوطة وتهريبها من الموصل إلى بغداد، وكذلك الكنائس استطاعت إخراجها إلى مناطق آمنة مثل أربيل وغيرها، فأيضا هناك ما تم إنقاذه ونحن سعداء بهذا الأمر. أما أين تنتهي المخطوطات أو كل الآثار المهربة؟ تنتهي يعني إذا انتهت إلى أوروبا أو إلى دولة من الدول التي تجرم تهريب الآثار فهي تعتبر جريمة. المشكلة أين؟ المشكلة بالدول التي لم توقع على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، وهي بالتحديد السعودية ودول الخليج. تهريب الآثار إلى هذه الدول لا تعتبر جريمة، ف يعني هناك من يعني أصبح يمتلك مجاميع في بيته ويتباهى بها أو في متاحف وغيرها، وهي مهربة من العراق ويعرفون هذا، لكن ليست جريمة في دولهم. فماذا يفعل التحالف الدولي على التحالف الدولي؟ نعم، هذا حتى نختم بما عندنا وقت. على التحالف الدولي أن يبدأ بالضغط على كل هذه الدول بأن تلتزم بالاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية اليونسكو لعام 1970، ويعتبر تهريب الآثار جريمة. هناك نقطة أخرى أيضا نحن نتحمل مسؤوليتها. حتى المتحف العراقي اليوم اللي في وضع آمن منذ 2003 إلى يومنا هذا لم يكتمل جرد المخازن، ما عندنا جرد كامل للموجودات، فما يهرب إذا ما كان مسجل لا تستطيع أن إذا أنت ما مسجله ومصوره وعندك تاريخه وإلى آخره ما تقدر تثبت أن هذا القضية تابعة للمتحف أو تابعة إلى مكان، يعني أنت عليك من أن تسترجع قطعة أن تثبت عائديتها للعراق. يعني يقول لك قبل 200 سنة طلعت، أنت ما لك حكم عليها قبل 200 سنة، فهم علي يعني. فهذه أمور كثيرة، بعدين حماية المواقع الأثرية الموجودة اليوم وإلى آخره. وفي الموازنة لعام 2017 نحن نحاول إبقاء على يعني ستقلص حتى الحمايات اللي على الآثار اللي يأخذون يعني تعرف بضعة مئات من آلاف الدنانير كل شهر حتى يحمون آثار، حتى هي راح تقلص بالموازنة لأن العقد اللي ينتهي لا يتم تجديده. نحن نحاول إبقاء تدوير العقود وهذا طلب من وزارة الثقافة. المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية ومسؤولية مهنية منذ تعرف في عام 1990 حينما فرض الحصار على العراق، ليس فقط النفط، حتى تمر ما كنا نقدر نصدر. الأمر الوحيد لما بدأت تجارة الآثار في عام 1991 تم غض النظر عنها. باختصار أستاذة ميسون، تجارة رائجة أصبحت. نعم، باختصار يوم غد ستتحرر نينوى، تحالف والمجتمع الدولي هل عليه التزام أخلاقي أن يجلس من أجل إعادة إعمار العراق والمناطق المتضررة وإضافة فقرة والتزام إحياء هذا التراث وصيانته؟ عليه التزام مهني وأخلاقي وإنساني وبكل النواحي، وعلينا أن نتعاون مع هيئة الآثار العراقية. إحنا اعتمادنا على هيئة الآثار العراقية وهي تعرف مع من تتعامل، وندعمها دعم كامل لإعادة كل ما تهدم بأحسن صورة مما كان. هذا ما أقوله يعني. شكرا جزيلا لك. سؤالي الأخير لضيوفي قبل الختام، هل لا تزالون تعتقدون أنه بالإمكان إعادة إعمار وترميم آثار العراق المدمرة والمحطمة على يد داعش؟ أستاذة ميسون، السؤال لك، السؤال وإجابة مختصرة. هل من الممكن؟ كل شيء ممكن، احنا شعب قادر على كل شيء، واللي صنع الحضارة السومرية والبابلية والآشورية قادر على أن نصنع حضارات بالمستقبل بفسحة قليلة من الحرية ومن الاستقرار، وهذا ما يخشون منه. أستاذ حميد. نعم أخي الكريم، هذا ممكن جدا، ولكن يجب أن تدعم الهيئة بالخبرة. ثانيا، الهيئة هي أقل أهم هيئة في العراق، ولكنها أقل لها ميزانية جميعا. ميزانيتها 2 بالألف من ميزانية الحكومة العراقية، بينما يجب أن تكون لا تقل عن 10
بالألف من لأن هنالك 12500 موقع أثري. أستاذ حميد احنا في تقشف حوالي 8000. احنا في تقشف. أنا أتكلم نعم. أنا أتكلم شكرا عما لك. يجب شكرا أما لك. التقشف هذا باب آخر. دكتور المهم دكتور هو ممكن الجميلي دكتور نعم. الجميلي نعم بالحقيقة بالإمكان لكن نسبيا الموصل ومحافظة نينوى تتربع على 3000 موقع أثري أي تشكل ثلث مواقع آثار العراق. إذا توفرت الإرادة وأيضا هناك جيش جرار من الآثارين خريجي الآثار يمكن أيضا استغلال طاقاتهم كذلك المنظمات الدولية. سألتني هل كان هل بقي من آثار الموصل شيء؟ للأسف يؤسفني القول أن عصابات داعش أزالت كل الشواخص الحضارية والمعالم الأثرية باستثناء بوابة شمش إحدى بوابات نينوى الأثرية 18 بما يتعلق بالآثار القديمة وبما يتعلق بالآثار الإسلامية الوسيطة الجامع النوري الكبير الذي يعود إلى القرن السادس الهجري الشهير بمنارته الحدباء وكذلك بالنسبة لآثار ناحية القش التي هي دير السيدة وكذلك مرقد النبي ناحوم قبل الميلاد وكذلك كنيسة ويعني دير أعزائنا المشاهدين يعني هذه دكتور الوقت أخذنا ربان هرمز عفوا دكتور الوقت أخذنا أعزائي المشاهدين أنهينا معكم نقاشا عن آثار العراق وكيف يجب الحفاظ عليها ومدى التزام المجتمع الدولي معنا في ذلك. كان معي ضيوفا أعزاء الأستاذة ميسون الدملوجي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية وأستاذ علم الآثار في جامعة الموصل والباحث في اللغات القديمة الدكتور عامر الجميلي وخبير الآثار وصاحب كتاب الطين والحجر الأستاذ حميد الشمري على أمل أن ألتقيكم في نقاش آخر ويوم تالي طبتم وطابت أوقاتكم.